انتي اللي حابه ديري ريجيم، هذا الفيديو ليكي. ما غيضك ساندويش شاورما، ما غيضك الباتيسري اللي تجيبو خالتك مالغري الكلب ما ياكلوش بصح بنين، ما تغيضكش بيتزا كاري مالغري لي ستوما تشوكا بصح خامجه وبنينه، خامجه وبنينه. ما تغيضكش الوليده تاعك، ما تغيضكش كاع النهار يتبريباري في الشخشوخ وتبريباري في الطعام، في الاخر تقولي لها ما ناكلش ديري ريجيم، تاكلي الرهج تاكلي السم، تحشمي يماك. وين هي طاعه الوالدين؟ وين هي؟ وهذا الشيء كاع باش في الاخر تجي كاش مزعوقه لا طاي سباغيتي، هي ديجا عندها لانيمي، حاسبه روحها وقيله عندها لا طاي، هي عندها لانيمي. تقول لك واو شي انتي ضعفتي درتي لا طاي واو، وتقول لك ما شاء الله في الاخر ما شاء الله. علاش ما شاء الله هذه؟ واش هو الفايده تاعها؟ كي تعطيك بالعين واش هو الفايده تاعها؟ ما شاء الله كلي واش حبيتي عمر، ما فيش العمر، هتعيشي خطرتينا واش حبيتي واختك من الناس.